كيك. ثانيه واحده قبل الكيك خش دوس تاني ثانيه بس قول لي اول ماتش في الدوره كان انا والبرنس هيثم. احنا عايزين نثبت بس ان بغض النظر ان اللي فايز هو خسران احلى رياضيه اللي بتسود في هذا المنزل المحترم. ودلوقتي بين ايوه بين الماتش الثاني في الدوره بين اتش وعمر. فاضي الحكايه يبقى الزرقاوي والحكايه يب الزرقاوي بيرن جوش اما جاع اما كده كوره الماتش ده هيبقى زميلي على قده ها؟ قوي يعني العتاولة مش روح كده اه لا العتاولة برضه عتاولة مين عتاولة؟ انا وبيستي ده اسمه نهائي مبكر ده اسمه نهائي مبكر اه نهائي مبكر اتش والله خش يا قوي اهدى قول لي دي يلا عم بصي ده كسب التعب ما ينفعش يا زيجي اوه بس بص هو مسكها ازاي؟ حته عادي يعني اه ما كنتش فاتح ايه؟ بص الكوره اللي بص بقى كسب التعبيد ولا ايه؟ فهمت الله ده برشلونه كلها كده وانت خدت على عينك من مين يا زميلي؟ ولا انت كنت مفقود الماتش كله مفقود ايه الماتش خلص 3-2 مفقود ازاي الماتش كله بثلاث هجمات كابتن ايش اللي هو ما انت بتقول عليها الخصه دي هيثم بتاخد كده بقى تجري بيها شويه لا لحظه كده لحظه لحظه الماتش اللي فات خلاص ماتش اللي فات بس يا جاتزيا ولا جاكوت مش هو شخص ترى ما بيعود ده ترى ما اللي فات يلا كرة المباراة اوف لا ده ايه دوري دي نجيحة راح تتجدد وايه يا زرقاوي شكلها كده الفاينل شكلها دول صبح الكيلو و واتش الكيلو دوري ولا في السنة في الدقيقة ده مش موقع حاليا فاضيين الكلام ده ايوه يا عم عيال ايه النقط شوف بقى رابع انت فاكرني ازيك ولا ايه؟ ربنا ميت قوي ما بيهمناش في الصلاه على النبي يا جماعه احنا في سؤال طرح نفسه طرح نفسه لسه طرح يعني؟ مفيش جاي ايوه انا فاكره هو الماتش ده دوري ولا كاس؟ دوري ولا كاس؟ بس هو لو دوري اكيد انا اللي حافظ ان انا الوحيد في الزمالكاوي ايه الطرح؟ ما تعرفش بقى الفانز الاهلاوي فانز اهلاويه الزمالكاوي ده مرتضى منصور ممكن يسجل دلوقتي كوره كتير يا جماعه محدش رد ده كاس ولا ده نوك اوت ولا يا عم اللي يخسر يطلع بره ويروق قول لي انا ما اعترضتش انا كنت فاكرها دوره اقولي لا ما هي ما تفتكرهاش سعيد عمر يخسر يطلع بره ايه؟ ينزاح هو كام كام؟ واحد ست يعني كام؟ يا 17 يا 17 ما شاء الله بيعرف يعرف لسه ياما ربع ربع الميزانه شعبون شيشان ايوه الله صايم يعني صايم بالجبنه يعني ما دي عشان حضرنا الجول احنا كنا بنشرب حاجه يا جدعان كنا عاملينها مع احترامي بتاع ما لقيتش مباراه يعني الواحد بيقول السرو براي رونا لا بس الماتش سخيف قوي قوي سخيف شو المفروض هو ماتش اه يعني بص هيثم برضه يعني مش على سنين انت كنت بتعمل ايه في الماتش ده؟ والله العظيم ده احنا بنلعب كنت متسائل اصلا خلاص احنا معلق على الماتش بشكل محترم يعني ايوه كنت مسكر اعتقد مش هيكمل الماتش صحيح وما تشوف كان ممل فشخ حقيقي اه عشان كده خلص 3-2 بالظبط يعني معروف وكوره بالرقم حاجات كتير بيع البومه
يا رب ما الذي فعلت؟ العنتيل هي مو شكله كده هيبقى صينه فعلا مصطفى او بتاع كوم عليه كوم ايه نائب شبل السفر انا شايفه جاي الزفاره ضايع حتى معاك يا عيب وحيد بس مش عارف مش عارف عيب بس لا عامل ماتش حلو يلا بينا عشان يعني انا بصراحه بصراحه هو الدوره دي اي ماتش فيها صعب يعني انتوا ثلاثه نجوم بس يعني مهما رحت كده هنبص بقى ارجع بص كوره جوه ليه امال يوسع الفرق يا امي هيرو بيلعبش مرة الملعب حاجة حلو حلو بصراحة عمر حجيبي بص في شغل عمر حجيبي في شغل كان شام ابتدى يتقص اهو ما شاء الله كمان فاكر نفسه بيلعب مرة بالأسف 18 من بريستا اتعلمنا يا جماعة هو عمال يجيب لنا لعيبة من بريستا I'm going to go to the house. ننتظر جميع مشاهدي هو على طول خط مش عارف مين وحش في لعيب اسمه كابور يا باشا الكلاوي لعبوا كنس شويه بس تاني على الارض يا مدارس بص كمان في سوريا يا مدارس بقى بس الداخل مش كافي قلش بس قلش وانا ما بلعبش وقو بس وانا بلعب الله بس ايه الماتش ده هيخلص 1-6 ده؟ انا هنعس كده انا عرفت منك ان انا عرفته؟ لما كنتوا الاثنين هشام كمان؟ عايز انا كلمت يا ابني اوه عشان ما تخلص كانسل وسع الفول صباح الفل على الناس الفل صباح الكل على الناس الفل يعني بيحكس كده يا زميلي انا عمر واحد
لا عارف انت انت وعمر اتنين. لا استنى بس، عارف انت وعمر واحد بيت، عشان ايا كان اللي هيوصل فاينل هياخد على عين. ما تيجي نشوف كلام، مفيش اكتر مني. مش ارخص مني الا حاجه واحده، مش هينفع اقول لك ايه. ما صدق كتبت بيه ولا ايه؟ لا بس اسماعيل لما يجي يكسب ثلاثة، والله العظيم بالظبط اول اسماعيل يكسب ثلاثة يعمل كده. اوه تاني تاني ايه؟ مش معايا اصلا يعني، مش اللي عارف تقول كده. قاعد فاشل في الدنيا بالصبح والدنيا شاكلها. لا هنجيب حاجة من عندنا. عارف انا ما جاي من عندنا. استعجلت يا صاحبي. لو انت اخترت كده واحدة ازاي؟ استعجلت يا هيرو. مين جوه طاب يترفعله يا جدعان؟ اللي هو اللي هو اللي هو فكر بقى. خش بقى، خش جامعة وخلصين. ايه 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 انا جاي بس دي بس ما دعم يا دعم. خد شويه دعم قبل ما يرفعوه. عندك والله ليه ما عندكش كثافه هجوميه كده يا عمر؟ دي بقى مقرفه صح. لا ده كده يا شباب، ده لو سند بتاع اوريدي سوري. اه اوريدي جامد. اوه ايه ده؟ زميلي انت تنور. مبروك يا زميلي. عمر كسبان ماتش، كسبان ماتش ده خسران واحدة كول. يا رب يا رب. واحد من جماعة سلوك جاء جماعة البطار من الأيتام. احنا دمنا خلينا نضحك على دفاعاتنا. عايز حاجة؟ محدش بيضحك. لا بس انت شكلك عشان تبيت الفينالي.